تحية طيبة أيها الأخوة المشاهدون الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مستهل هذه الحلقة من برنامج منبر المواطن. أعزائي المشاهدين، بهدف جعل البلاد قطبا متكاملا للغاز والطاقة المتجددة وفرص ذلك، يأتي انعقاد ملتقى استراتيجيات الطاقة والمعادن، حيث سيشهد هذا الملتقى عديد العروض المتعلقة بمشاريع الغاز والهيدروجين والتعدين بمشاركة بعض الشركات والفاعلين في مجال الطاقة. أهداف كبرى يسعى القائمون على تنظيم هذا الملتقى على أن تتبلور لتكون أكثر وضوحا ودقة في نهايته. لكن أسئلة كثيرة تطرح من قبيل: ما مدى قدرة القطاع على مواكبة التحولات المنتظرة؟ وهل لديه فعلا خطة واضحة المعالم ومحددة الأهداف دقيقة في الأجال حتى يطمئن المواطن على أن لانتظاراته ما يبررها عملا على الأرض بالإنجاز والمواكبة؟ أسئلة عديدة أطرحها على ضيف هذه الحلقة، السيد محمد المصطفى البشير، المدير العام للمحروقات بوزارة البترول والمعادن والطاقة. مرحبا بكم سيد المدير. مرحبا. كما أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام في مستهل هذا اللقاء، نبدأ بهذا العنصر ثم نعود بحول الله تعالى لنبدأ النقاش. التحول نحو الطاقة النظيفة حلم يراود العديد من دول العالم، فالتكلفة الباهظة للوقود الأحفوري من استخراجه إلى تكريره وخطره المحدق بالبيئة تدفعان بالدول إلى أن تولي دفة اهتمامها إلى الطاقة الخضراء. حول هذا التوجه نظمت في نواكشوط ندوة حول استراتيجيات الطاقة والمعادن تحت شعار تسريع التحول الطاقوي وإنشاء صناعة معادن خضراء في موريتانيا. وتسعى هذه الندوة إلى الخروج بآليات واستراتيجيات سديدة اقتصاديا تمكن البلاد من إنتاج الكهرباء من الغاز مع ضمان أمن الطاقة وتمكين السكان من الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة منخفضة، كل ذلك من أجل جعل قطاع الطاقة محركا أساسيا للاقتصاد الوطني. فما أبرز المواضيع المثارة في هذه الندوة وما آليات تجسيد مخرجاتها على أرض الواقع؟ مرحبا بكم من جديد سيد المدير. طبعا أهداف هذا الملتقى الذي يتحدث عن استراتيجيات الطاقة والمعادن. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم، شكرا على إتاحة الفرصة لإنارة الرأي العام حول هذا الملتقى الذي تم تنظيمه اليوم من طرف وزارة البترول والمعادن والطاقة تحت الرعاية السامية لفخامة السيد محمد والشيخ الغزواني رئيس الجمهورية. وأود هنا في البداية أن أشير إلى أهمية هذا الملتقى، حيث تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس الذي قام بزيارة الملتقى وأوصل رسالة مهمة للمستثمرين والمهتمين بالقطاع بأن قطاع الطاقة والمعادن بحكم الدور المحوري الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني يحظى باهتمام القيادة واهتمام الحكومة الموريتانية. إذن هذا الملتقى الهدف منه هو عرض الرؤية المتكاملة لقطاعي المعادن والطاقة في ظل الظرفية العالمية الحالية التي تتميز بالتحول الطاقوي ومشاكل الأمن الطاقوي وإكراهات والإكراهات البيئية التي فرضت اليوم وجودها على أنظمة إنتاج الطاقة والاستخدام الصناعي للطاقة. إذن موريتانيا اليوم وبناء على الاكتشافات الغازية الأخيرة التي حدثت منذ تقريبا 7 سنوات والتحضير للمرحلة الأولى من إنتاج الغاز، بدأت منذ 2 سنوات تقريبا في التحضير لدراسات استراتيجية على قطاعات مختلفة
الهدف منه هو الهدف منها هو وضع هذه الرؤية المتكاملة التي تهدف إلى جعل موريتانيا قطب متكامل لإنتاج الطاقة وتصدير الطاقة في المنطقة. فقط هذه الدراسات، ما هي الدراسات التي أدت إلى هذه الرؤية المتكاملة؟ أولا هناك دراسات المحتوى المحلي، أي كيف ما هي السياسة الأنجع التي يجب اتخاذها من أجل تعظيم أثر العمليات البترولية والغازية على الاقتصاد الوطني، اليد العاملة، الخدمة، خدمة الشركات، الخبرات، تكوين الكادر البشري. يعني هذه استراتيجية متكاملة ليس فقط في قطاع الغاز ولكن في القطاع الاستخراجي بصورة عامة، إذا التعدين والغاز، هذه هي الدراسة الأولى. الدراسة الثانية هي دراسة المخطط التوجيهي لاستغلال الغاز والبترول، وهي دراسة معروفة في النظم البترولية، والهدف منها هو تحديد كافة الفرص المتاحة لتثمين الموارد البترولية والغازية، وسوف نتعرض لأهم نتائجها فيما بعد. ثم هناك دراسة تعنى بتخفيف أثر الكربون في الصناعات الاستخراجية، كيف نوائم بين إنتاج مواردنا البترولية والغازية وأهدافنا المحددة عالميا من أجل خفض تأثير الصناعات الاستخراجية من ناحية الكربون. طبعا هذه هي الدراسات والاستراتيجيات اللي تحدثت عنها. طبعا على الأرض أين هذه الاستراتيجيات؟ جيد جدا. إذن كما قلت هذه الاستراتيجيات هي جملة من الدراسات التي يجب أن تؤخذ نتائجها فيما يسمى بالنظرة الاستراتيجية. إذن النظرة الاستراتيجية هي تصور في المستقبل لما يمكن صناعته، هي ليست ترسيخ للفرص بقدر ما هي رؤية استشرافية لما يمكن أن يقام به. هذه الرؤية عادة تصحب بما يسمى خارطة الطريق، يعني إجراءات عملية محددة في الوقت ومحددة من ناحية الأهداف. عندما نتكلم عن استراتيجية نتكلم عن الأهداف في المدى القصير، في المدى المتوسط، وفي المدى البعيد. كما قلت في البداية هناك عدة استراتيجيات يجب أن تؤخذ في الحسبان من أجل ترجمة هذه الرؤية المتكاملة. بطبيعة الحال ما يسمى بالتحول الطاقوي اليوم يفرض نفسه كواقع يجب أخذه في الحسبان في أي استراتيجية طاقوية. بالنسبة لدولة كموريتانيا وكحال بقية دول إفريقية أخرى ودول نامية عندها موارد بترولية وغازية، سرعة التحول الطاقوي ليست سرعة التحول الطاقوي كدولة كالولايات المتحدة مثلا أو الدول الأوروبية. نحن نحتاج في البداية إلى تنمية مواردنا، نحتاج إلى جني بعض ثمار المالية من أجل دعم الاقتصاد والاستثمار في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والبنى التحتية. إذن لا يمكن في البداية أن يكون التغير جذري وأن نعزف نهائيا عن استغلال الموارد المشتقات المحروقات. طيب هذه الاستراتيجيات تجسدت على الأرض في ماذا؟ في ماذا تحديدا؟ يعني هذا الملتقى يتحدث عن استراتيجيات الطاقة والمعادن، عمليا هذه الاستراتيجيات هل نراها على أرض الواقع؟ طيب نحن نعلم أن موريتانيا دولة معدنية، يعني الإمكانات المعدنية والصناعات صناعات التعدين في موريتانيا قديمة، وكما هو معروف من بداية استغلال هذه الموارد حتى الآن الوسيلة الوحيدة لاستثمارها أو لاستغلالها هي تصديرها إلى الخارج، ليست هناك أي قيمة مضافة في هذه المواد الخام التي يتم تصديرها، حتى أن كميات الإنتاج
تبقى دائما في نفس المستوى على الرغم من مرور عقود طويلة على الاستغلال المعدني في موريتانيا. الأسباب معروفة، ولكن من أهمها أساسا أولا مشكل الطاقة، لأن الطاقة ليست موجودة وأسعارها غالية، ومشكل المياه. إذن هدف الاستراتيجية اليوم هو تصحيح أو إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تعوق قطاع التعدين الذي يبقى اليوم المكون الأساسي للاقتصاد الوطني. وما الذي تم عملية للتغلب على جزء كبير من هذه الإشكال، إشكال الطاقة وإشكال المياه؟ جيد، نحن نبدأ الآن وضع الخطط التي ستسمح بترجمة هذه الرؤية. إذن شخصنا الموضوع، نحاول من خلال هذه النظرة أن نستفيد من التحديات التي تطرح اليوم على مستوى السوق الطاقوي إذا صح التعبير، نحاول أن نحولها إلى فرص بالنسبة لموريتانيا. كيف ذلك؟ اليوم أي معدن يتم تصديره إلى الخارج إذا كان الطاقة المستخدمة فيه طاقة غير نظيفة، يعني فيها نسبة كربون مرتفعة، يكون سعره أقل ويكون عنده صعوبة في دخول الأسواق العالمية. كيف يمكن لموريتانيا أن تصدر معادن نظيفة وهو ما نسميه معادن خضراء، صناعة خضراء، يعني صناعة تكون الطاقة المستخدمة فيها طاقة نظيفة، يعني يكون الكربون غير موجود فيها. إذن إما طاقات متجددة وإما طاقات تعتمد على الطاقات الأحفورية المحروقات، ولكن يتم أيضا استخلاص ثاني أكسيد الكربون ووضعه في خزانات جانبا كي تكون نظيفة. إذن ما نعمل عليه اليوم هو توفير هذه الطاقة النظيفة من أجل إعطاء فرصة أكبر ومردودية أكبر لصناعة التعدين، ليس فقط من أجل تصديرها، ولكن أيضا من أجل تحويلها. يعني بدل من أن نصدر معادن خام، نقوم بتحويل هذه المعادن إلى منتجات ذات قيمة مضافة بطاقة نظيفة ونصدرها إلى الخارج. طبعا هذا سيتطلب وقت، ليس الآن، ليس اليوم، ولكن الرؤية تحدد الخطوات التي يجب أن نتبعها في المدى القصير. كانت عندما أتكلم عن المدى القصير أتكلم عن 5 سنوات، المدى المتوسط إلى 10 سنوات، والمدى الطويل فوق ذلك. إذن ربما فيما بعد طيب نتكلم في هذه الاستراتيجية وفي هذا الملتقى لم نسمع عن يعني تهيئة على الأرض فيما يتعلق بالبنى التحتية، فيما يتعلق بتكوين الإنسان اللي هو الذي سيمكن من استغلال هذه الثروة بشكل حقيقي، واللي طبعا هو الهدف من كل هذا وهو إيجاد فرص العمل. ولن يتأتى هذا بدون تكوين اليد العاملة وبدون وجود منشآت على الأرض تكون هذا الإنسان وتعطيه فرص تتيح له استغلال هذه المعادن. صحيح، المحتوى المحلي، عندما نتكلم عن المحتوى المحلي نتكلم عن وقع أي مشروع استخراجي معدني غازي على الاقتصاد الوطني. إذن هذا الواقع يكون إما عن طريق العمل، يعني ما هي نسبة الأشخاص الذين سيتمكنون من العمل في هذا القطاع، إما عن طريق الشركات المحلية، ما هي نسبة وما هي الخدمات التي يمكن أن توفرها الشركات المحلية من أجل المساهمة في القطاع. بصورة عامة إذا أخذنا دولار يتم استثماره في موريتانيا، كم نسبة منه تبقى وتدخل مباشرة بصورة مباشرة في الاقتصاد الوطني؟ كما قلت في البداية، نحن قمنا أيضا خلال هذه الفترة بوضع استراتيجية للمحتوى المحلي. المحتوى المحلي هو أهم شيء بالنسبة للصناعات الاستخراجية لأنها موارد غير متجددة. عادة بعد انتهاء استغلال هذه الموارد، ما يبقى أساسا هو الاستثمار في الرأس المال البشري
وقدرة الشركات المحلية على الاستفادة من الخبرة واستغلالها في مشاريع أخرى. إذن هذا هو هدف الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي في الصناعة الاستخراجية. الاستراتيجية فيه مقاربات كثيرة في العالم. هناك مقاربة تقوم بوضع قانون يحدد طريقة الاستثمار في 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 المشاريع الاستخراجية، وفي بعض الأحيان تكون هناك نسب محددة بالقانون من أجل العمالة الوطنية ومن أجل حتى المشاركة في الشركة نفسها تكون في نسبة مخصصة. هل تم اعتماد إحدى هذه المقاربات بشكل عملي؟ لا، لحد الساعة حد الآن المقاربة التي نعتمدها هي مقاربة تشاورية مع الشركاء، لأن عادة عندما يكون الخدمة ليست متوفرة بالدرجة الكافية، لأن نحن في قطاع يعني يتطلب مهنية ونظم عالمية، قطاع الغاز والمحروقات المتطلبات فيه فنية وتصل إلى نسب عالية جدا، يعني لا بد من مستوى معين من التكوين للأفراد وللشركات من أجل أن تقوم بأعمال فيه. قد يسأل البعض لماذا لم نسمع عن ملتقيات قبل هذه الفترة في هذا المجال تحديدا، وأنتم تتحدثون عن خبرات وتكوين لا بد منه قبل أن يكون هناك طبعا ملتقى جيد، لكن العناوين هي عناوين بعيدة شيئا ما من الواقع عندما نريد أن نستغل هذه الثروات، ونحن لا زال هناك حديث عن التهيئة وعن تكوين المواطن الموريتاني اللي يتطلع بحاجة لأنه يدخل سوق العمل وبحاجة للعمل. ألا يكون هذا الحديث قد تأخر عن هذا؟ لا أعتقد، أعتقد أن الحديث عن 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 المحتوى المحلي يجب أن يكون مستمر. لا يمكن لأي دولة أن تنتظر أن تكون الإطار المتكامل من أجل تنفيذ المشاريع. عندما يكون هناك مشروع تكون الظروف الاقتصادية مهيئة للمشروع يجب أن ينفذ المشروع. طبعا في البداية لن تكون عائداته المحلية كبيرة، لأن نحن نبدأ من الصفر، نحن نبدأ في سنوات منذ سنوات قليلة لم تكن هناك أي مدرسة للمهندسين، لم يكن هناك معاهد متخصصة، حتى نسبة الأشخاص اللي يدرسوا دراسات هندسية كانت قليلة. يعني نحن ما زلنا في بداية تكوين لكادرنا البشري ولمؤسساتنا التعليمية. إذن أعتقد أن مقاربة المحتوى المحلي مستمرة، ويجب أن تتأقلم مع نوعية المشاريع ومع نوعية المستثمرين ومع الاستراتيجية العامة للدولة. طبعا نحن هذه الاستراتيجية التي تم الانتهاء منها مؤخرا تم إشراك كافة الفاعلين في 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 تنفيذها، يعني كل الوزارات والقطاع الخاص والشركاء التنمية اللي عندهم دور في هذه سياسة المحتوى المحلي تم إشراكهم، تم عقد ملتقيات حول هذا وتم أخذ آرائهم والخروج بما يناسب حالة سوقنا وحالة مؤسساتنا التعليمية وما يوجد الآن، وتم وضع الأهداف. وكما قلت بالنسبة للدراسات الأخرى، كل دراسة عندما تنتهي تكون هناك خارطة طريق كيف نصل إلى الرؤية، في كم من سنة نصل إلى الرؤية، ما هي الموارد الضرورية من أجل الوصول إلى هذه الرؤية. طيب، شعار الملتقى تسريع التحول الطاقوي وإنشاء صناعة معادن خضراء في موريتانيا، ما معناها؟ نتكلم كثيرا في هذه الفترة عن التحول الطاقوي وصناعة صناعة معادن خضراء، ويعني مصطلحات جديدة ربما ومعقدة بالنسبة للمواطن. للتبسيط، التحول الطاقوي هو تغير في مصادر الطاقة المستخدمة، لأن مصدر الطاقة الأساسي الآن المستخدم هو المحروقات بصورة عامة. طبعا كما تعلم هناك مصادر أخرى، هناك الطاقة النووية، هناك
الفحم الحجري، هناك يعني مصادر مختلفة، ولكن المحروقات تبقى المصدر الأساسي اليوم للطاقة في العالم. نظرا للتغيرات المناخية والوعي المتزايد للمجتمع الدولي بخطورة غازات الاحتباس الحراري، تم تحديد أهداف من أجل خفض زيادة حرارة الأرض. طيب. وبالتالي هناك سياسات، هذا هو التعريف يعني. طيب، فيما يتعلق ب نتحدث عن فرص العمل في هذا المجال، نتكلم قليلا عن صناعة المعادن الخضراء ربما، لأنه الشق الثاني. عندما ننظر الآن إلى موريتانيا، موقع موريتانيا الجغرافي على بعد أيام قليلة من السوق الأوروبي، وحتى السوق الأمريكي أيضا طريق مباشرة للسوق الأمريكي. عندما نرى مشاكل الطاقة الموجودة الآن، الأمن الطاقوي حتى بالنسبة لأوروبا، عندما ننظر إلى المؤهلات التي تتمتع بها موريتانيا كما قلنا سالفا من ناحية الموارد الغازية، الموارد المتجددة، موارد الطاقات المتجددة، المعادن، يعني هذه كلها مؤهلات في الظرفية الحالية تسمح بأن تقوم موريتانيا بخلق صناعة خضراء للمعادن. صناعة خضراء عندما قلناها ربما نصل فيما بعد إلى الهيدروجين الأخضر، سمعتم به، ربما أيضا يكون هناك أسئلة حول الموضوع. من سيقوم بهذه الصناعة؟ هذا هو السؤال الأهم والأكبر والجوهري. من سيقوم بعملية التحويل؟ شنو الاستراتيجية في المجال؟ لأن نحن الموارد موجودة وكثيرة ولله الحمد. عندما نفكر فقط هذه عناوين التحول الطاقوي وإنشاء صناعة معادن خضراء، هي صناعة تتطلب يد عاملة، تتطلب تهيئة، تتطلب الحديث عن هذا خاصة في الملتقى، هل سيجد حيزه هو مكانه؟ طبعا هذا الحديث في هذا الوقت هو تهيئة لخارطة الطريق. يجب أن ندرك أننا نتكلم عن رؤية سيتم تنفيذها على مراحل وفي آجال. هذا يجب أن يبقى الصورة العامة وراء هذه العناوين. إذن عندما نتكلم عن تحول طاقوي وبناء صناعة في موريتانيا، ما هي المشاريع الأولية التي يجب أن يتم إنشائها من أجل إعطاء الفرصة للمشاريع الأخرى التي ستأتي تباعا؟ يجب أن نبدأ بمشاريع مؤهلة للمشاريع الأخرى. أول مشروع سنبدأ به وقد بدأنا بالفعل به هو إنتاج الطاقة من الغاز، إنتاج الكهرباء من الغاز. نحن الآن نستورد كميات كبيرة من الوقود الثقيل ومن المازوت من أجل توليد الطاقة. الفاتورة السنوية لهذه المحروقات على خزينة الدولة كبيرة جدا، خصوصا في هذه الفترة الأخيرة التي وقع فيها زيادة معتبرة لأسعار المحروقات في العالم. عندما نقوم باستبدال هذا الوقود الثقيل بالغاز كمرحلة أولى، سوف نقوم بخفض نسبة وقع الكربون، هذا أولا، لأن الغاز أنظف من الوقود الثقيل، وسوف نقوم أيضا بخفض التكلفة، وسنستخدم مورد وطني محلي منتج من موريتانيا، وستكون هناك يد عاملة ستعمل عليه. إذن هذا المشروع يد عاملة، متى سيتم تكوين هذه اليد العاملة؟ وطبعا الاتفاق مع هذه الشركات الكبرى اللي تتحدث عن تسريع في التحول الطاقوي واللي يعتمد عليها، وهذا طبعا مهم، هذه الشركات مستثمرة الكثير من الأموال، لكن شن هي الشروط، والله شن هي الاستفادة المواطن الموريتاني من نقل هذه الخبرات خاصة العلمية اللي عند الشركات اللي يتيح له؟ شن هي الفرص اللي متاحة له ياك قد يليش كل هذا اللي تم الحديث عنه، تسريع التحول الطاقوي وتثمين هذه الطاقات المتجددة
ومشاركتها في الاقتصاد الوطني. طيب، أي مشروع، عندما يتم التحضير له تكون هناك دراسة للتأثير البيئي والتأثير أيضا الاجتماعي للمشروع، هذا قبل أن تتم المصادقة على المشروع ويتم إنجازه. الشق الاجتماعي للمشروع يعنى بدراسة التأثير الإيجابي للمشروع على الأشخاص، على الدخل، على اليد العاملة. كما قلت في البداية، ما هو مستوى اليد العاملة الآن في موريتانيا؟ وهذا لا يجب أن يكون معوق من أجل تنفيذ المشاريع، يجب أن يكون بالعكس محفز لتسريع هذه المشاريع ولتكوين والتحضير لكادر بشري مؤهل. في كل العقود التي يتم توقيعها هناك بنود تتعلق بتحويل المعارف، يعني هناك دائما بنود تكوين الكادر البشري ونقل الخبرة إلى هذا الكادر البشري. المشاريع تختلف حسب فنيتها وحسب الخبرة المتطلبة. احنا إذا كنا نتكلم عن صناعة سفينة لمعالجة الغاز في البحر، نعرف أن نسبة الموريتانيين، اليد العامل الموريتاني التي يمكن أن تعمل فيها قليلة. عندما نتكلم عن بناء منشأة على الأرض، طبعا سيكون العدد أكبر لأن الخبرات المطلوبة ستكون أقل. إذن اليد العاملة ووقع المشروع على المحتوى المحلي يرتبط بنوعية المشروع وأيضا الفترة الزمنية التي سيقوم بها. في الاستراتيجية نحن توجهنا مستقبلا، لأن كل الحقول التي تم اكتشافها حتى الآن هي حقول في الماء، وبالتالي بحكم على الاستغلال يكون في المياه يكون العدد قليل، لأن باخرة تحمل 100 شخص 200 شخص هذا يقوم بكل العمليات. لو تصورنا أن نفس المشروع تم إنشاؤه على الأرض، العدد سيتضاعف مرات، 100 شخص في البحر ربما 2000 على اليابسة. المشاريع المستقبلية بعد المرحلة الأولى من حقل حميم السلحفات ستكون التوجه إلى مشاريع تكون على الأرض، وبالتالي سيكون وقعها أكبر وستتيح فرص عمل أكثر. حتى هذه مشاريع الهيدروجين التي ستأتي فيما بعد والطاقات المتجددة سوف يكون وقعها أكبر بكثير، لأن هناك كثير من الصناعات التي ستصاحب هذه المشاريع والتي يمكن أن تقام محليا. والدراسات يمكن أن نعطي الأرقام فيما بعد، ولكن الدراسات الاقتصادية التي قمنا بها حتى الآن تظهر زيادة للدخل المحلي الوطني بنسبة كبيرة، وزيادة للرواتب ولليد العاملة حسب هذه المعطيات. طيب، حسب دراسة تثمين الجانب المحلي، هل لدى القطاع أرقام محددة عن عدد من يمكن أن يساهموا في هذه المشاريع من الناحية الفنية، من ناحية التكوين؟ هل لديكم معلومات ومعطيات عن هؤلاء الأشخاص؟ وهل لديكم تواصل معهم؟ والتكوين الآن كم عدد المكونين لحد الساعة، ومن هم في طور التكوين؟ التكوين هناك نوعان من التكوين، هناك تكوين لمشروع وهناك التكوين العام. التكوين للمشروع، احنا الآن عندنا مشروع واحد، يجب أن نكون أيضا واقعيين، وعندما نتكلم عن هذه المشاريع هذا ليس اليوم، هذه مشاريع تبدأ بالمرحلة الأولى من حميم والتي نرجو أن يكون إنتاجها في نهاية العام المقبل 2023، نهايتها تكون نبدأ إنتاج المرحلة الأولى. في مراحل أخرى بنفس الحقل، وفي حقول أخرى ستأتي فيما بعد، بعد تقريبا 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات يجب أن يكون هناك إنتاج آخر. كل مشروع هناك تحديد لعدد الأشخاص الذين يمكن نظريا أن يعملوا فيه، والخبرات أيضا الضرورية من أجل القيام بذلك. إذن عندما تطرح السؤال
هل قمنا بإحصاء الأشخاص؟ لا، ليست هذه هي الطريقة التي يقام بها، لا نقوم بإحصاء الأشخاص، ولكن عندما يكون هناك مشروع نحدد مع المشغل ما هي الاختصاصات المطلوبة. وقمنا في بداية، قبل بداية استغلال حق الحميم، قمنا بدراسة من أجل تحديد الثغرات أو النواقص في التكوين الموجود حاليا في موريتانيا بالنسبة للفنيين. وبناء على هذه الدراسة نقص قبل التعرف على ما هو موجود، لا، قمنا بدراسة ما هو موجود. على سبيل المثال نحن نريد ميكانيكي، هذا الميكانيكي شن هي الشروط المطلوبة لكي يعمل في البحر، في سفينة في البحر؟ ما هو التكوين المتاح حاليا في موريتانيا للميكانيكي؟ نقارن بين 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 ما هو موجود وما هو مطلوب، ونحدد الثغرات. وعلى هذا الأساس قمنا بشراكة مع بي بي وكوسموس ببناء مركز للتكوين عن بعد، يوجد في الوزارة. والهدف من هذا المركز هو تأمين التكوين لأطر القطاع والوزارات الأخرى التي تعمل في قطاع النفط، تأمين تكوين إضافي بالنسبة للفنيين، يعني سد الثغرات كي يكون يوائم متطلبات السوق، وتكوين أيضا للشركات المحلية من أجل أن تكون قادرة على التقدم لمناقصات والحصول على 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 عروض أو خدمات من هذه الشركات، لأن هذه هي الاستراتيجية الحالية. هناك تكوين، استراتيجية حالية تكوين عن بعد دون وجود على بالمنشآت، الاسم عن بعد يعني أنه يمكن للمركز أن يتواصل مع مراكز التكوين الفني لشركائنا، كيف بي بي على سبيل المثال، كيف إكسون لما كانت هون، أن يمكن أن نؤمن تأمين عن طريق الأقمار الصناعية، عن طريق عن بعد، يعني من غير أن نحتاج إلى أن ننقل كم بشري هائل إلى الخارج من أجل التكوين. هذا اسم فقط عن بعد، يعني إمكانية إجراء التكوين عن بعد. لكن في الاستراتيجية لم يتم تصور وجود مراكز على الأرض تستقبل الناس، تستقبل الناس اللي تحتاج تكوين سريع، تحتاج الناس اللي تكوين متعدد، لأن التكوين عن بعد لا، ربما تكون المردودية العلمية قليلة. لا، هو ليس تكوين أولي، ربما لم أحدد، هو تكوين عن بعد لأشخاص عندهم مؤهلة، عندهم التكوين الأولي. إذا تكلمنا على سؤال عن فني سامي، BTS فني سامي، نحن لا نقوم بتكوينها عن بعد، نحن نأخذ الفني السامي المكون هنا، نحدد ما ينقصه من مؤهلات لكي يستجيب لمتطلبات سوق البترول، ونعطيه ذلك التكوين عن بعد. ويمكن أن يكون أيضا في مراكز ليس عن بعد، ولكن هناك أغلبية هو عادة نسميه مؤهلات، يعني دي سيرتيفيكاسيون، ليس دبلوم جامعي، ليس معنى دبلوم جامعي، لا نعطي دبلوم جامعي، نحن نأخذ شخص عنده دبلوم ونعطيه التكوين المهني والإفادات المهنية اللازمة لكي يصبح مؤهل للعمل في قطاع البترول. كم عدد الأرقام اللي عندكم؟ وأنتم طبعاً إن شاء الله تنتظروا لاستغلال هذه الطاقة، هذا الغاز وهذا المعادن. الآن كما قلت بالنسبة للمرحلة الأولى من حق الحميم، هي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تعتمد على ما يسمى بمنشأة عائمة لمعالجة الغاز، ومنشأة أخرى عائمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز. يعني هناك منشأتان فقط في البحر، و عندما ننظر إلى العدد الإجمالي للأشخاص الذين سيعملون على هاتين المنشأتين، هناك 50 فني بين موريتانيا والسنغال، والحقل كما تعلمون مشترك بين موريتانيا والسنغال. هناك 50 فني، 25 لكل دولة،
سوف يعملون على هذه المنشآت، يتم تكوينهم منذ سنتين وسيتخرجون هذه السنة وسيبدأون العمل مباشرة على المنشآت عندما تنتهي. هذا لا يشمل الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يتقدموا بطلبات للعمل وتكون عندهم المؤهلات ويحصلوا على العمل بصورة مباشرة. هذا بالنسبة لهذا المشروع. كما قلت، المشاريع في البحر عدد الأشخاص فيه يكون قليل لأن المنشآت تستقبل عدد قليل من الأشخاص. عندما ننتقل إلى منشآت على الأرض الأرقام ستختلف. للتحديد فقط، نحن كوزارة مسؤولة عن هذا القطاع، لسنا مسؤولين عن التكوين المستمر. هناك طبعا معاهد كثيرة، هناك معهد لتكوين الفنيين، ومؤخرا تم افتتاح فروع للتكوين في مجال البترول والغاز والتخصصات المرتبطة بهذه الصناعة، وسيكون بدأ هذه السنة أخذ دفعات وسيتم تكوينها فيما بعد. هذا المعهد تم إنشاؤه بعد دراسة أيضا اشترك فيها قطاع البترول لتحديد الحاجيات وتحديد أيضا المسار الذي يجب أن يتم تكوين هؤلاء الأشخاص عليه. هذا من الناحية العملية، ولكن هذا يبقى التكوين، الوزارة المسؤولة عن التكوين المهني والعون الذي يمكن أن تقدمه وزارة البترول من أجل تحديد المسارات المناسبة وأيضا التواصل مع شركائنا من أجل توفير تكوينات أخرى ومعدات لازمة للتكوين. طيب، ما هي فرص البلاد لجعلها قطبا متكاملا للغاز والطاقات المتجددة؟ جيد، هذا هو صلب الاستراتيجية الآن. فيه قطب، عندما نتكلم عن قطب أنا أتكلم عن استقطاب للحاجيات. نحن هدفنا هو أن نبني على المقدرات الموجودة، مقدرات من الموارد المختلفة، الموقع الجغرافي للبلاد، وأيضا مناخ الاستثمار. هذه نقطة أساسية لم نتكلم عنها وكانت اليوم موجودة في النقاشات وفي شهادات شركائنا، لأن المستثمر في هذه القطاعات لا يستثمر مبالغ صغيرة، يستثمر مليارات من الدولارات ويستثمرها على عقود من الزمن، ليس سنتين، ليس 10 سنوات، 30 سنة، 40 سنة. إذن الإطار العام لممارسة الاستثمار في موريتانيا اليوم يعتبر في وجهة نظر المستثمرين، ليس وجهة نظرنا نحن فقط، يعني إطار متميز ويستقطب ويعطي فرص جيدة للمستثمر ويضمن له استثماراته في البلاد. إذن هذا القطب المتكامل سوف يقوم بتوفير الطاقة من المحروقات، يعني الغاز كما قلت يبقى في هذه المرحلة الأولى من التحول الطاقوي هو المصدر الأساسي للاستراتيجية. سوف نقوم بتسريع استغلال الموارد الأخرى بعد حقل حميين، هناك حقل بيرالا، نعمل الآن على تسريع وضع التصور لاستغلاله مع شركائنا بيبي وكوسموس. وطبعا عندما يتم الإنتاج من بيرالا، الفرص التي تكلمت عنها في البداية التي تم تحديدها في إطار المخطط التوجيهي للغاز والبترول سيكون تنفيذها تباعا حسب توفر الموارد الغازية. ما هو موجود في نهاية 2023 سيسمح بإنتاج الكهرباء من الغاز، ما هو موجود بعد 2027-2028 سيسمح بالفرص الأخرى. طيب سيد المدير، عند الحديث عن آفاق تطوير الغاز وهو لم يبدأ بعد، ما الذي يعني ذلك؟ نحن ننظر إلى المستقبل، ولكن ننظر إلى المستقبل بالمعطيات وبما هو موجود الآن. ما هو موجود الآن هو مخزون
أو احتياطيات على الأصح من الغاز تزيد على 100 تريليون قدم مكعب. 100 تريليون قدم مكعب، الفرص التي تم تحديدها في المخطط التوجيهي، الفرص كلها يعني على مدى من 2022 إلى 2045 ستحتاج إلى 74 تريليون قدم مكعب من الغاز. نحن اليوم نتكلم عن وجود ربما أكثر من 100، يعني عن كل الموارد الموجودة، كل الفرص التي تم تحديدها في المخطط التوجيهي، وهي أكثر من 20 فرصة تم تحديدها. واسمحوا لي فقط أن أعطي أمثلة على هذه الفرص لأنها ربما تبقى مبهمة غير مفهومة. المثال الأول أعطيته هو توليد الكهرباء من الغاز، هذا بسيط كل حد قد يفهمه. كنا نستخدم الوقود الثقيل، سنستبدله بالغاز. الاستخدامات الأخرى شن هي؟ هناك استخدام بسيط لا يتطلب كميات كبيرة من الغاز، ويمكن أن أيضا نستبدله بالغاز. شن الآلية؟ الآلية بسيطة. سوف الغاز الآن نحن نعمل في إطار هذا المشروع الأولي على تنمية حقل باندا. حقل باندا حقل تم اكتشافه في 2001-2002 بداية السنوات 2000 من طرف ووتسايد، شركة أسترالية التي كانت عاملة في موريتانيا في تلك الفترة. هذا الحقل حاولنا مرات عديدة استغلاله لإنتاج الكهرباء، لأن مخزونه ليس كبير بالحجم الذي يتم فيه مشروع كالغاز المسال، ولكنه يصلح لتوليد الكهرباء. مر بمراحل ويتغير ككل المشاريع، يتأثر بالوضعية الآنية للسوق البترول. إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة، هناك مشاريع تنتهي أو تواصل حسب تلك الحيثيات. هذا الحقل نعمل الآن على استغلاله، وسيكون استغلاله بسيط. سيتم حفر آبار على مستوى الحقل، وسيتم إنشاء أنبوب لنقل الغاز من الحقل. الحقل يقع على بعد 60 كيلومتر تقريبا من نواكشوط، وسيتم استجلاب الغاز إلى الشاطئ ومعالجته، وثم توجيهه مباشرة إلى المحطة المزدوجة الموجودة حاليا في نواكشوط 180 ميجاوات لتوليد الكهرباء. وسيكون هناك مرحلة أخرى لزيادة ربما 120 ميجاوات أخرى عن طريق الغاز أيضا. يعني الآلية، هذا المشروع يمكن أن يكون أن يتم تنفيذه في أقل من سنتين إذا كانت ظروف المالية تمويله وكل إجراءات مكتملة. المشاريع الأخرى التي كنت أتكلم عنها هي مشاريع تتطلب كمية أقل من الغاز، ولكن يمكن أن يكون وقعها مهم على الاقتصاد الوطني. عندنا على سبيل المثال ما يسمى بالغاز الطبيعي المضغوط CNG. هذا الغاز يستخدم في النقل، يستخدم في، يمكن أن يستخدم في السيارات، يستخدم في الباصات عند شركة النقل، يستخدم حتى في قطار سنين، قطار المعدني، أو يستخدم أيضا في الصيد التقليدي. يعني نعمل الآن كمشاريع أولية يمكن أن لا تتطلب كمية كبيرة من الغاز ولا تمويل كبير، على دراسة مكتملة يعني مفصلة. نحن هذه الفرص التي تم تحديدها هذه مرحلة أولية. عادة لأجل اتخاذ القرار في مشروع معين نمر بمراحل من الدراسات، دراسات أولية، وبعد ذلك تكون هناك دراسات مفصلة. الدراسات الفنية المفصلة هي التي تعطي صورة نهائية عن تكلفة المشروع وعن آجال تنفيذه وعن مردوديته. إذن هذه المشاريع سنبدأ قريبا يعني من الآن في هذه المرحلة. نحن وصلنا الآن إلى مرحلة التنفيذ، هذه مرحلة التنفيذ، عندنا الرؤية وعندنا خارطة الطريق. الآن يجب أن نركز على المشاريع الأولية. المشاريع الأولية نطرح لها خطة
على مدى قصير سنتين، ونبدأ بإعداد التمويلات والإطار الذي سيسمح بتنفيذها، وطبعا الاستثمار هو أساس كل شيء، لأن هذه المشاريع ليست مشاريع يطلب من الدولة تمويلها، هذه مشاريع يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص إما وطني وإما خارجي، والمشاريع التي تتطلب رأس مال قليل هي مناسبة جدا للرأس المال الداخلي، يعني رجال الأعمال الوطنيين يجدون فرصة لدخول المجال بتمويلات أيضا تكون مناسبة لقدراتهم في المشروع. طيب شن هي العائدات الفعلية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن الموريتاني من هذه المشاريع، خاصة مشروع أحميم اللي ينتظر أنه يبدأ بالفعل نهاية سنة 2023 كما ذكرت؟ طيب بالنسبة لمشروع أحميم، هو مشروع بين موريتانيا والسنغال، ومشروع كما قلت مرحلته الأولى مرحلة في البحر، ومرحلته الأولى مرحلة تمهد لمراحل أخرى. هذا المشروع سيمكن ليكون سؤالي أكثر تحديدا، كل هذه الدراسات ألم تعطيكم رقم؟ لا، سأصل إلى الرقم، ولكن كي أصل إلى الرقم يجب أن أشرح، لأن الوقت بقي حدود 3 دقائق. طيب إذن باختصار، مشروع حميم سيقوم بإنتاج 3 مراحل، سينتج على 3 مراحل حسب المخطط الأولي للتنمية الذي توافق عليه الدولتان، وافقت عليه موريتانيا والسنغال، وهو الإطار التنفيذي بين الدولتين والمستثمر. 3 مراحل ستفضي في النهاية إلى إنتاج سنوي قدره 10 مليون طن من الغاز المسال. المرحلة الأولى تنتج فقط 2.5، ستأتي مرحلتان 3.5 تقريبا كل واحدة، ويكون الإنتاج 10. هذه المرحلة الأولى تم استثمار فيها منشآت سيتم استغلالها في المرحلة الثانية والثالثة، بالتالي من ناحية الاستثمار هي مرحلة كلفت الكثير ومردوديتها ستكون أقل. إذن عندما أتكلم بصورة عامة عن حقل حميم بعشرة مليون طن سنويا من الإنتاج، الأرقام حسب الفرضيات السعر، الفرضيات هناك فرضيات، هي الأرقام تعطى على فرضيات، ستكون هناك حدود تقريبا 20 مليار على طول فترة، مليار دولار على طول فترة المشروع. هذا هو الرقم اللي موجود. كم فترة المشروع؟ 30 سنة تقريبا. 30 سنة، 20 مليار دولار. 20 مليار دولار، هذا حسب المخطط التنموي للمشروع. كما قلت هناك فرضيات في كيف سيكون سعر الغاز ونسبة الإنتاج. طيب نخرج الرقم إلى القليل، ينتظر من خلال هذا أثناء هذا الملتقى أن يتم توقيع اتفاقيات مع شركات، شن هي أهم الأهداف اللي تسخون من هذه الاتفاقيات؟ تم بالفعل توقيع اتفاقيات اليوم، لأن الملتقى كان اليوم فقط، وتم تحضير هذه الاتفاقيات منذ فترة، كان هناك نقاش، والاتفاقيات هي 3. اتفاقية في إطار التعدين وقعتها شركة سنيم، وتهدف إلى صناعة تعدين أخضر، يعني مشروع أولي. الاتفاقيات 2 الأخرات، واحدة تم توقيعها مع شركة CWP والأخرى مع شركة شاريوت، وهذه الشركتين هما اللي عندهم مشروعين لتطوير الهيدروجين الأخضر. والاتفاقيات اللي تم توقيعها هي مرحلة ثانية للمرحلة الأولى، في الأول كان هناك توقيع مذكرة تفاهم، والآن هذه مرحلة متطورة من المذكرة، يعني قبل الاتفاق النهائي، تسمح بإعطائهم فترة إضافية من أجل إنهاء الدراسات الفنية ونقاش على الأمور النهائية في العقود. طيب في حدود 30 ثانية، شنو الأرقام اللي يتيح المرحلة الأولى من مشروع الغاز من فرص للعمل حسب دراساتكم؟
بالنسبة للمرحلة الأولى هي الآن وصلت إلى أكثر إلى من 75% من 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 التنفيذ. يمكن أن نتكلم عن مرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ تم فيه استخدام موريتانيا من أجل استخراج الصخور التي تم استخدامها في صناعة كاسر الأمواج، وهذه المكونة من المشروع مكنت من تشغيل أكثر من 1400 موريتاني في هذه المرحلة. تم استخدام أيضا أكثر من 60 شركة في النقل وفي الخدمات المرتبطة بنقل الحجارة، وتم استخدام أيضا ميناء نواكشوط المستقل من أجل يعني نقل الحجارة من الميناء إلى مكان المشروع. طيب، انتهى الوقت أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الملتقى المنظم اليوم تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن الشيخ العزواني. وطبعا هذا الملتقى بعنوان الطاقة المتشددة، الطاقة، تسريع والله استراتيجيات الطاقة والمعادن في موريتانيا. استضفنا لكم لنقاش ما دار في هذا اللقاء السيد المصطفى والبشير المدير العام للمحروقات بوزارة البترول والمعادن والطاقة. شكرا لكم على سعة صدر سيد المدير، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.